يلا يا محمد عجل، بعد 5 دقايق اعلان نتائج. بدنا ادوات موسيقية. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البالي. انت بتحلمي انك تعمل فرقة موسيقية وبغزل في هذا الوقت؟ والله انك مجنونة. انت بتقدر تعمل اكتر من هيك. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمة، ماشي؟ الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج أرب أيدول. أنا لازم أروح مصر. أنا لازم أطلع من هذا المكان قبل ما يخلص علي. شو هالمحاضرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. موزع كل التذاكر. اسألوا هان من الساعة 6. الناس صلوا هون على الساعة 6 من يومين. إذا من عندك. أنت أول شخص جاي من غزة بتعرف؟ أنت لما بتغني بتعطي أمل لملايين الناس. أمل أنت لازم تنام. وهلا بدنا ننتقل لابن غزة، ابن فلسطين محمد أسد.